جاي يعيب في ابني انا اللي الحته كلها بتحلف بيه. انا لقيت لك الدواء اللي ما كنتش لاقيه. ربنا يكرمك. ايه تعمل احلى اكل انا دقته في حياتي. اي واحده هتشتغل هتاخد حقها وزياده. حقها وزياده. انت على نيتك يا واد. ربنا يكرم اصلا. خيرك يا بيه. وفي كلام بعد كلامك يا يوسف. انا هعمل لك اللي انت عايزاه. ده لو هادي ومش زنان ده زمان انا لسه عايشه معانا. بقول لك ضربتني على وشي بالقلم. بتاعتي دي وجعاني بس انا مرتاح. انا مش عبيط عشان تاكل علي بكلمتين. انا بعد اطلب ناس. ايه بقى؟ العصابه دي ولا ايه؟ يعني الواد ده بيقتل وهو مش عارف ان هو بيقتل؟ انا جيت لقيت صيحه في دمها. انت قلت لي اسمك ايه؟ فاديه. فين يا جاف؟ يوسف حمدي يا حاج. انا ما اعرفش ده دم ايه ولا دم مين. اوعي تفتحيه. مفيش اي اثار طعن او ضرب على الدماغ. وفي الغالب هو ما قتلش هالة بس.